جربنا الهوندا كون ابو احمد منور يا حبيبي منور. ناخذ هذه البيضاء حبيبي انت استمتع. خلصنا من الهوندا كون. ايه ايوه اسمع الصوت الفرقع هذه اسمها فرقعيني يا الغرام. حبيبي ابو احمد خلصنا تجربه الكونه. شوف شفتوا صورت من داخل. نبدا الفيديو هذا برعايه موقع حراج. كلكم تعرفون موقع حراج اكبر موقع لبيع السلع سواء سيارات ولا اي سلعه. نجي ندخل هنا الرئيسيه حراج السيارات، حراج العقار، حراج الاجهزه، المواشي، كل شيء كل شيء تشري تبيع اي شيء ببالك تبي تبيعه وتشريه تلقاه موقع حراج. هنا اكثر شيء يميز موقع حراج، تطبيق موقع حراج، السهوله بالبحث، بحيث انك تقدر تسوي تضغط على الزر اللي قبل شوي حق الفلاتر، تختار صور فقط بدون معرض، سيدان، SUV، بيع، تنازل، مستعمله، مصدومه، كل الاشياء هذه تقدر انت تختار وتتفرج وتحدد الاشياء اللي انت تبي، وبعدين تضغط تطبيق ويطلع لك كل شيء. بحط لكم الرابط تحت وتشوفون كل شيء. وهنا عندك المنطقه، تحدد المدينه، يسهل لك البحث بشكل كبير. راح احط لكم الروابط كلها تحت. واحنا بنجرب الانترا هيثم هواريو. هذه 200، هذه اسرع، هذه اسرع سياره من سيارات الاداء العالي بالفئات الانلاين. الانترا راح تكون سرعه تتسارع من 0 إلى 100 خمس ثواني. هيثم عطنا دعسه. حلوله يا ناس. واحده ثانيه هيثم. الله تبارك الله. فرق عيني يا الغرام. يلا بنمشي. خلاص اوكي اوكي يلا تاخرنا عليه. نجرب لكم ضبط الامور. تفضل. هلا والله. حيو للانترا. العب ما شاء الله. لا هذه فتحه. سكر اي في صوت شيء تكفى. عداد تجود عزوتي. ها ما عليك. تجود احمد اسمك بندر. كيف الاوضاع؟ الاوضاع تمسك الذئب. تمسك. Let him go 2 seconds, then follow. Oh, yeah. ترينا على هذا مش وين. اوكي. العب. ايه. العب. الشيء الحلو اللي لاحظته بالانترا ما شاء الله تبارك الله. سرعة الدعسة، استجابة الدعسة، الرساوة، البريكات، المتعة بالقيادة، يعني ما كأنك تسوق الانترا اللي احنا نعرفه أبد ما شاء الله تبارك الله. لا بقوة عزم، لا بسرعة استجابة. الموتر ما هو سهل. وللمعلومية الموتر السيارات اللي جالس نسوقها هذه ماشي 50 كيلو 60 كيلو، تو جديدة، يعني ما تمرنت، يعني ما مشت 10,000 20,000. وتلاحظون ما قدرت أخذ راحتي لأن اللي قدامي الله يهداه كل شوي يفرمل بسرعة ويلخبط شوي، فصراحة يعني ما قدرت استمتع بمعنى الكلمة. والمشكلة ممنوع أنك تتجاوزه، خلاص أنت وراه لازم تصبر وراه. تقدر تستخدم الانمود. ابو بندر مستخدم الانمود من زمان. 180 187 190 ما شاء الله تبارك الله. هنا اضطريت اني اهدي علشان يعطينا السيارة اللي قدامي مسافة اقدر اخذ راحتي بالدخلات واللفات السريعة اللي زي هذه. الشيء الحلو والعجيب بالموتر ما تتخيل ان هذه هونداي الانترا.
القوة والتسارع والعزم ترى جالس أقيس أنا على مستوى سيارة الأربع سلندر اللي قوة راح سنة قريبة للأنترا. يعني ما شاء الله تبارك الله تعطيك ثبات، تعطيك قوة، تعطيك تسارع، وتعطيك بعد طرب زيادة على السرعة والقوة في طرب الصوت والفرقعة والأشياء الحلوة. كل الأشياء هذه كلها جت بالأنترا N9. طبعا ما اقدر اتجاوز، انا ما اقدر، محشور، انا محشور، لازم ما اتجاوز لا مرشان ولا اي متسابق معي. اعذرونا يا الغالين، اعذرنا اعذرنا، الوكاد الموتر ما هو سهل، ما هو سهل. خمس ثواني ما شاء الله تبارك الله، ترى 0% مو سهل. انا بالازرقاني، ما ادري ازرقاني سماوي سمو اللي تبي انت يا حبيب، صراحه والله ما هو سهل، ترى هذا اللي ينطبق على كلمه قفل انت لا تقفل ملفه. والله يا طياره ما شاء الله تبارك الله. باخذ لكم بشكل سريع على الطاير علشان الشباب بيسوقون الجنط. هنا عندنا يا طويل العمر مقاس 19 كليبرات لونه لحم، الموتر هو سهل ما شاء الله تبارك الله، جناح خلفي شغل مرتب شغل عدل، شوف 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 شوف، ولعت مصطبات الداخلية. طبعا ان شاء الله نتفاهم معكم بعدين بالداخلية، بس شوفوا تعديل شو اسمه حق الوضعيات وشغل مرتب لحسن ما يكون ما شاء الله تبارك الله. المقطع هذا راح نركز على بس التسارع والاشياء الثانية، بعدين ان شاء الله نصور لكم بشكل تفصيلي بإذن الله. وحلال يا ناس ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما يجي منه ما شاء الله تبارك الله، يجي منه. بكرة بإذن الله راح ننزل لكم الجزء الثاني تفصيلي للمواصفات الخارجية والداخلية، فمعنا الله.